السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة سهيل، والبداية بأهم العناوين. المحكمة الإدارية تؤجل الفصل في دفع الشورى المتعلق بانتخاب مكافحة الفساد. الأمن المركزي يعتدي على طلاب كلية الطب بذمار، وفي حجة افتتاح المعرض الزراعي. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أجلت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة الفصل في الدفع المقدم من قبل مجلس الشورى حول الدعوى المرفوعة الخاصة بإجراءات انتخاب هيئة مكافحة الفساد، أجلت إلى يوم غد الثلاثاء. واعتبر محامو الدفاع أن الدفع المقدم من مجلس الشورى باطل، متهمين المجلس بتطويل القضية بهدف تمرير التصويت على قائمة الهيئة في مجلس النواب. وأكد محامي الدفاع في تصريح لقناة سهيل أن جهات نافذة تقف وراء تمييع القضية، موضحا أن إجراءات المحكمة الإدارية إلى حد الآن سليمة، ويتحتم عليها أن تفصل بالدفع يوم غد كونها قضية مستعجلة ولا تستدعي التأخير. وشهد ساحة المحكمة حضورا واسعا من السياسيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين. قرار المحكمة، والمحكمة لم تماطل كما قلت، ولكن المماطلة هي صادرة من قبل مجلس الشورى. بالعكس، المحكمة اليوم كان إجراءها مصوب تمام، وقررت حجز القضية للفصل في الدفع إلى يوم غد. على ضوء هذا القرار ستحدد مسار القضية بشكل أصح. المتعارف عليه بأن الهيئات المستقلة التي تتعدد في تعيينها السلطات أناط القانون بكل سلطة إجراءات معينة بموجب القانون ومنصوص عليه تحديدا وحصرا، وبالتالي فإن صدور قرار أو إجراء من قبل مجلس الشورى هو إنفاذ للقانون كما حدد إجراءاته. هذه مسألة. المسألة الأخرى، إلغاء قرار مجلس النواب أو قضاء هو إعدام للقرار وإعدام لآثاره، بمعنى أن كل ما سيترتب عليه سيصبح لاغيا. افتتح بمحافظة حجة المهرجان الزراعي الهادف للتعريف بما تجود به مناطق حجة من منتجات زراعية وبعض الحرف اليدوية المعتمدة على المنتجات الزراعية. المزيد في سياق هذا التقرير. لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات المهرجان الزراعي الأول، والذي يقيمه مكتب الزراعة والري بمحافظة حجة برعاية وزارة الزراعة، حيث يستمر حتى الأول من مايو. يهدف المهرجان إلى التعريف بالمنتجات الزراعية المختلفة والحرف اليدوية المتعددة، ويعرض عبر أجنحته عينات من المنتجات والآلات الزراعية، فيما تهتم بقية الأجنحة بإبراز نماذج من الفعاليات العلمية والإرشادية، مع عروض فلكلورية لأنشطة زراعية شعبية كالأهازيج المعبرة عن البيئة الزراعية. ويشارك في المهرجان الزراعي الأول عدد من الشركات المتخصصة في تصدير المحاصيل الزراعية والجمعيات الخيرية والمهتمة بالجانب الزراعي من مختلف محافظات الجمهورية. الزراعي الأول في محافظة حجة 2013، برنامج تقليدي سنوي إن شاء الله، يتناول الكثير من الأعمال والتقاوي وتحسين البذور وكذلك المعرفة وتنظيم التسويق الزراعي. الجهات المشاركة في المهرجان الزراعي تتجاوز 26 جهة بحثية وعلمية. وعلى هامش فعاليات المهرجان الزراعي الأول بمحافظة حجة تتجلى بعض الإشكالات والمعوقات، أفصح عنها بعض المشاركين وقالوا بأنها حالة دون تطوير المجال الزراعي، وطالبوا الدولة بالقيام بواجباتها على أكمل وجه. لكن أهم ما أحببنا أنه نشارك به هو تعبيرنا ولفت نظر الأخ الرئيس وحكومة الوفاق والدولة إلى موضوع مزارع الجر اللي تعتبر من أكبر المزارع في الجمهورية، وإنتاجها يفوق 50% من إنتاج البلد من المنجو. ولكن للأسف الشديد بسبب إهمال الدولة في جانب الإرشادي وفي جانب البحثي أصبحت
أغلب المزارع، أكثر من 30 مزرعة التي انتهت بشكل كامل، والبقية بنسب متفاوتة لسبب أسباب كثيرة أهمها ارتفاع الديزل. مهرجان زراعي تنوعت فيه الإبداعات وتعددت فيه المنتجات، يطمح المشاركون من خلاله أن تولي الدولة اهتماما كبيرا بالمجال الزراعي وتوفير الاحتياجات اللازمة له، حتى يجني المزارع اليمني خير أرضه ويسهم في تنمية اقتصاد بلده. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية، محافظة حجة. أعلن موظف مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حجة إضرابهم الشامل عن العمل ابتداء من يومنا هذا الاثنين، تضامنا مع زميل لهم تعرض للاعتداء والتهديد بالسلاح من قبل مجموعة مسلحة يقودها مدير الصحة بمديرية كشر حد قولهم. وقالوا في مذكرة وجهوها إلى مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة بأن هذا الاعتداء تكرر أكثر من مرة دون أن تتخذ الأجهزة الأمنية أي إجراءات تحد من هذه الظاهرة. إلى ذلك أدانت نقابة المهن الفنية الطبية بالمحافظة هذا الاعتداء وطالبت بسرعة القبض على الجناة وإيداعهم السجن لينالوا عقابهم الرادع. عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب بمحافظة حجة صباح اليوم اجتماع الاعتيادي الثالث، وناقش المجتمعون عددا من المواضيع المتعلقة بسير أعمال اللجنة التحضيرية والاقتراحات والآليات الكفيلة بالتحضير الجيد لعقد ورش النقاش الشبابية البالغ عددها 11 ورشة، وسيشارك قرابة 111 شابا وشابة في هذه الورش بمعدل 10 مشاركين في كل ورشة، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة 30% من إجمالي عدد المشاركين. كما أقر الاجتماع الشروط والمعايير الواجبة توفرها في المشاركين في ورش العمل المختلفة. تحضيرية المؤتمر الوطني العام للشباب بمحافظة حجة في صباح يومنا هذا الاثنين الموافق 29/4/2013 اجتماعها الاعتيادي الثاني لإقرار أسماء المشاركين في ورش العمل المختلفة، حيث تم اختيار 110 من الأعضاء المشاركين في هذه الورش من مختلف القوى الثورية في الساحة. أقدمت عناصر من الأمن المركزي ومن قسم شرطة المنهالي بقيادة الضابط خالد الخوجة على اقتحام كلية الطب ذمار والاعتداء على طلاب الجامعة، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلاب. المزيد في سياق هذا التقرير. اعتدت قوات من الأمن المركزي على طلاب كلية الطب بمحافظة ذمار بالضرب وطردهم من الكلية، وذلك أثناء الاحتجاجات المستمرة للطلاب المطالبة بإقالة عميد الكلية. شهيد والرجال استشهد وضعنا وضع واحد. وقام طلاب الكلية بمسيرة حاشدة إلى أمام بوابة المحافظة، وذلك على خلفية اعتداء قوات الأمن المركزية عليهم وإصابة 2 من زملائهم ومحاولة مساطرة كاميرا قناة سهيل وضرب المصور. ده العميد ونائب العميد أمس الخالق وحسين الجرموزي بغرض سلمي بالأقلام بالأقلام، ما أنت دقائق حتى جاءت لنا قوة أمن لا نعلم من أين، اثنين عطقم وبدأوا بإطلاق النيران علينا. دخلنا بعنا احتجاج بالصوت وبالقلم، أدوا لنا اثنين دقومات ورمونا ب 12/7 بالسلاح الثقيل. ونظرا للتعامل الذي واجهه الطلاب من قبل هيئة عمادة الكلية من التهميش واللامبالاة في إيجاد الحلول لكافة مطالبهم الواردة في البيان الذي تلاه أحد الطلاب وجاء فيه: الموافقة على إنشاء اتحاد طلابي حقيقي وشرعي يمتلك كامل الصلاحيات لتبني قضايا ومشاكل الطلاب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. الصراع بتشغيل أجهزة معامل قسم الصيدلة والمجمدة. 11 تزويد معامل المختبرات بالمحاليل والأجهزة. وقد هدد الطلاب بالتصعيد بما يتناسب مع طرق استجابة الجهات المختصة لحل مشاكلهم. يوسف العزري، قناة سهيل، محافظة ذمار.
نظم معهد الشيخ عبد الله بن حسين أحمد للدراسات والمعارف المقدسية محاضرة بعنوان القدس والأقصى بين الواقع والتحديات، والذي استضاف فيها الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس لجنة الأقصى والقدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي أكد أن ثمة مؤامرات ما زالت مستمرة على تهويد المسجد الأقصى والعمل على هدمه من قبل الصهاينة. وقال الدكتور أحمد أبو حلبية أن مسؤولية المسلمين كبيرة تجاه الأقصى، وعلى الحكومات العربية والإسلامية أن تقوم بواجبها نحو الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده الأسطوري حتى ينتصر على العدو الصهيوني. وقال: لقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه قادر أن يحقق النصر، وما الحرب الأخيرة في القطاع إلا شاهد ودليل أمام العالم أن الشعب الذي يطلب الحرية لا خيار أمامه إلا الانتصار. وزعت الإغاثة الإسلامية العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي مواد إغاثية لنازح محافظة صعدة وحرف سفيان والمناطق المجاورة لهما المتضررة من حرب الحوثي. وتستهدف المعونات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية عبر الإغاثة الإسلامية العالمية وبرنامج الأغذية العالمي الآلاف من نازح محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها المتضررة من حرب الحوثي، والذين يقطنون مخيمات اللاجئين بعدد من محافظات الجمهورية. يستلمون التغذيه حقهم من الاغاثه الاسلاميه، والاغاثه الاسلاميه قد قامت بتنقيص الحاله، كانت حاله كامله الغذاء العالمي قلصها الى كيس، وكانت كيسين. النازحون من ابناء محافظه صعده ومديريه حرب سفيان لاستلام الحصه الغذائيه التي تقدم من برنامج الغذاء العالمي والاغاثه الاسلاميه، ولكن للاسف كانوا يعطوا الأسرة 2 أكياس 2 بر، يعني 100 كيلو من القمح، والشهر هذا قلصوه إلى 50 كيلو، يعني كيلو. نظم المرصد اليمني لحقوق الإنسان صباح اليوم بمحافظة عدن المنتدى الخاص لمناقشة رؤى منظمات المجتمع المدني والمكونات الأخرى للقضية الجنوبية وخيارات حلها. وفي المناقشة المستفيضة التي تم فيها طرح العديد من الرؤى والاقتراحات كمخرج لحل القضية الجنوبية، والتي أتت نتيجة لسياسات النظام السابق الذي أقصى أبناء المحافظات الجنوبية من حقوقهم، الأمر الذي أوصل الشارع الجنوبي إلى حالة من الفوضى والغليان. كما تم تقديم أوراق عمل تطرقت جميعها للأسباب الرئيسية للقضية الجنوبية وكيفية معالجتها، وبما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني. تواصلا للفعاليات التي تنظمها خيمة الحوار بقطاع رداع بمحافظة البيضاء، نظمت لجنة المرأة عصر اليوم لقاء موسعا لمناقشة أهمية الحوار الوطني والدور الذي تقوم به المرأة في هذا الصدد. وفي اللقاء الموسع أكد رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي الأستاذ حسين بجير أن اللقاءات الموسعة التي تنفذها خيمة الحوار برداع تأتي ضمن الهدف الذي نصبت من أجله خيمة الحوار بالمحافظة للتوعية بأهمية الحوار الوطني وتنظيم اللقاءات المجتمعية الموسعة للتوعية بالحوار وجعله كثقافة راسخة بين أفراد المجتمع. من جهتها أكدت رئيسة لجنة المرأة بخيمة الحوار الأستاذة سعدية جيد إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يعد فرصة تاريخية لليمنيين لمناقشة كافة قضاياهم ومشاكلهم، منوهة إلى أهمية الحوار من أجل إخراج البلد من معاناته المستمرة. أقامت مؤسسة تمكين فعالية لعرض التقرير الختامي حول رؤية النساء لقضايا الحوار الوطني الشامل، وأكدت توصيات التقرير على ضرورة إشراك النساء في الأعمال الميدانية للجان مؤتمر الحوار، وبما يضمن الخروج بقرارات تعبر عن كافة شرائح المجتمع بكل حيادية. كما قدمت بعض الرؤى حول قضايا الحوار 9 الأساسية. افتتح وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري ومحافظ المهرة علي محمد خودم يوم أمس السبت مشروع ميناء نشطون السمكي بعد إعادة تأهيله وتحديثه. وفي حفل الافتتاح أشاد وزير الثروة السمكية بمستوى الإنجاز الذي من خلاله سيعود الميناء للعمل بشكل أفضل، لما فيه خدمة
لما فيه خدمة الصيادين بالمحافظة. ويأتي تأهيل ميناء نشطون السمتي بالمهرة ضمن مشاريع الأسماك الخامس بتمويل من البنك الدولي، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 5 ملايين دولار. أكد رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صعدة ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل لإنجاح تطلعات الشعب في بناء اليمن الجديد والموحد والمستقر الآمن عبر الحوار الوطني الشامل وبمختلف الوسائل المتاحة. وأشار في افتتاح فعاليات الملتقى الإنشادي الثاني لمنشدي ومبدعي محافظة صعدة والذي تنظمه دائرة الإعلام والثقافة بالمكتب التنفيذي للإصلاح بصعدة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية وحكومة الوفاق لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتلبية الخدمات الأساسية للمواطنين، والتي من شأنها تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار الوطني. وأشاد بالأدوار النضالية لأبناء محافظة صعدة في كافة مراحل ثورة 11 من فبراير المجيدة وما قدمه شباب المحافظة من تضحيات ومواقف نضالية أثناء مشاركتهم في ساحة الحرية والتغيير بأمانة العاصمة صنعاء. من جانبه أكد الأستاذ علي بن علي العيزري رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بصعدة أن أبناء المحافظة قد سئموا أصوات الدبابات والمدافع، وآن لهم أن يسمعوا الآخرين أصواتهم الشجية والأناشيد والأهازيج الشعبية. تظاهر عدد من أبناء مديريتهم أمام مكتب النائب العام بصنعاء للمطالبة بإنفاذ العدالة بحق قتلة يحيى الجرادي أحد مشايخ المديرية الذي قتل قبل 3 أعوام. وشك المتظاهرون من وجود تهاون في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بحق الجناة من خلال إبقائهم في إدارة أمن محافظة صنعاء وعدم ترحيلهم إلى السجن المركزي لتنفيذ الأحكام الباتة. ويتخوف أولياء دم المجني عليه الشيخ الجرادي من الإفراج عن القتلة خاصة بعد قيام أشخاص بضرب أبراج الكهرباء وقطع الطرقات في مديرية نهم للضغط على الحكومة لإطلاق سراح المحكوم عليهم. وفي هذا الشأن دعا المتظاهرون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والنائب العام عدم الرضوخ لابتزازات من وصفوهم بالعصابة الإجرامية وسرعة تنفيذ القصاص من أجل تحقيق العدالة وإرساء الأمن والسلم الاجتماعي. لا حد الآن تم إيداعهم من المحافظة بدل أن يرسلوا السجن المركزي لاستكمال بقية الإجراءات وتنفيذ الأحكام. قاموا أهالي وبقية المحكوم عليهم بالإعدام بقطع الطريق وقطع الكهرباء من أجل يضغطوا على الدولة بتوقيف تنفيذ الأحكام وإخراج المساجين من السجن. طالب يعني بضبط بقية القتلة الذي لا زالوا في البلاد ولا زالوا يقطعوا الطريق ويعتدوا على الكهرباء من أجل يعني إيش إخراج المقبوضين الآن اللي موجودين في الأمن. هؤلاء قتلة صدر بحقهم أحكام بالإعدام ولهم إلى الآن حوالي أكثر من نصف شهر ولا زالوا في إدارة الأمن في محافظة صنعاء، وقد تم يعني نطلب إيداعهم إلى السجن المركزي وتنفيذ العدالة وعدم التدخل القبلي. أقامت دائرة الإعلام والثقافة بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار حفل تكريم المشاركين في الدورة التدريبية لعدد 40 من الناشطين والإعلاميين والهواة الشباب حول التصوير الصحفي والتلفزيوني للمدرب يوسف العيزري. وتأتي هذه الدورة ضمن عدد من الدورات التي تنفذها الدائرة لتأهيل الشباب في مختلف الجوانب الإعلامية. اختتم المركز الدولي للتنمية البشرية الدورة الخامسة ضمن برنامجه التدريبي لموظفي فروع شركة سبأ فون، واستمرت الدورة التدريبية عدة أيام وشارك فيها أكثر من 20 متدربا. وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات وقدرات الموظفين في مجال البيع الاحترافي والتسويق الفعال. البرنامج هو في فن البيع الاحترافي والتسويق المتقدم أيضا. الهدف من البرنامج هو رفع مستوى وعي المشاركين
ليكتسبوا القدرة على فهم سلوك الإنسان وكيف اتخذ الإنسان قراراته في البيع وفي الشراء أيضا، من أجل أن نحصل على شباب مشاركين لديهم احترافية عالية في التأثير على المشاركين، في التأثير على رجال المبيعات، من أجل رفع مستوى أدائهم الشخصي ككفاءة شخصية، وأيضا رفع مستوى الشركة بشكل عام. لم يبقى سوى التذكير بالعناوين. المحكمة الإدارية تؤجل الفصل في دفع الشورى المتعلق بانتخاب هيئة مكافحة الفساد. الأمن المركزي يعتدي على طلاب كلية الطب بذمار، وفي محافظة حجة افتتاح المعرض الزراعي. وللمزيد مشاهدينا الكرام زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net، وايضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر ويوتيوب. اشكر لكم حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.